إذن أحبائي المستمعين، جلستنا الليلي رح تكون حول أدب الشاعر شربي البعيني. باستضافتنا الليلي نحن ضيوف عندهم الأديبة إبريزة المعوشي والدكتور الشاعر عصام الحداد. بدي أنا بالأول أحكي كلمتين عن إبريزة وارجع أتأهل فيها. ليديز فيرست بالأول، إبريزة رفضت تقول عنها شاعرة مع أن أنا بعرفها بتكتب شعر حلو. إبريزة في عندها ميزة أنه الكلمة اللي بقلبها بتلاقوها طلعت منها بدون ما حدا يبعت وراها للكلمة، الكلمة هي منها لحالها بتنط من قلبها بتطلع على شفافها. عند ميزة الإنسان يلي بيقول لك بدقيقة أنا حبيتك، بدقيقة أنا بحب شعرك، بكل صدق بكل براءة، ما عندها تكليف مع الكلمة، ما بتعملها للكلمة عزيمة تتجي لعندها. والشاعر أو الأديب اللي بيكون عنده هالروح هاي يلي بيصير قريب لقلوب الناس. إبريزة من الأشخاص يلي اخدين كمان جايزة كمال مر، الجايزة اللي وقت اللي كانت تنعطى كانت عم تختار أكبر وأجمل وأنظر الأقلام بلبنان. أهلا بإبريزة. مش راح أقول لك ميرسي على هالحكيات الحلوين، لأنه الإناء ينضح بما فيه. بقى أنا الليلة سعيد كتير 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 إنه التقى فيك، وخصوصا تهنيك بكتابك الجديد وشوشات عصوت عالي. انت يا استاذ رفيق لقلت صباح الخير، فيها رنة شعر، فيها الطفولة يلي ساكنة فيك، فيها الانسان لقلبه كبير. ومثل ما انت عم تقول عني انه كأنك عم تقول قلبي عراس لساني، وانت نفس الشي. ولهالسبب يمكن صار في هالتناغم الفكري والروحي بيني وبينك. بقى بشكرك على المقدمة الحلوة. مرسي ست أبريزة. بدي انتقل للدكتور عصام حداد، كمان إلي كلمة صغيرة عنه. أنا بيعرفوني مستمعينا الكرام إنه أنا ما بربي حجميلي ولا بعمل كومبليمونات، أنا بحكي اللي بحسه. الدكتور عصام بعرفه من زمان، لما كنت عم بعمل كتابي وشوشات على صوت عالي مرق ببالي سميه همسات بالضج. هلأ أنتوا عم تلغزي الكلمة، كنت بعدني يمكن مش مقرر شو بدي بلش احكي عن دكتور عصام حداد. لقيت اللي بدي اقوله، الدكتور عصام حداد وجوده بمنطقة جبال بشكل خاص وبعالم الادب بلبنان بشكل عام مثل الهمس البضج، بتلاقيه بيعطي شرارة صغيرة شوي، بيألف منها مؤسسة الى عليه بمعرض بمكتبة بمجلة بإذاعة يمكن ما بعرف. هالإنسان الديناميكي الغريب يلي كمان صار عامل إنتاج بالأدب بين الشعر وبين النثر، مجموعة كتب بياخدوا رف بمكتبة بيقول له أهلا وسهلا فيك، مش أول مرة بمؤسسة الكابيتول يلي هي إذاعة الإذاعة وإذاعة الكابيتول. دكتور عصام بمكتبة الكابيتول له أكثر من كتاب، وعلى هوا الكابيتول له أكثر من ملأ. أهلا فيك دكتور عصام. خلي ليك هالكلمات اللي قلتها، أنا بدي رد لك إياها، لأنه للواقع كل هالإشياء اللي نسبت لي إياها لو بدهم يقولوا عن رفيق روحانا كان بيقولوا بعد أكثر. لكن تسلم، إن شاء الله تكون عند حسن ظنك، وبشكرك، وإن شاء الله هالإذاعة اللي عم تعطي فيها البرنامج الأدبي يكون فاعل بطلابك وبكل الشعب اللبناني، ويرجعوا للوطنية وللروح الحلوة اللي عرفناها بلبنان. تسلم يا دكتور عصام. على كل حال أنا باسم أصحاب الإذاعة الأستاذ أنطون عبد المسيح، المتر إلي ناصر، الأستاذ إليس الغاني، بحييك أنت والست إبريزة. الله يخليك. ندخل دغري على موضوعنا من بعد ما نسمع نحن وياكم هيك مقطع من أغنية لجوليا، جوليا الصوت كمان اللي بيهمسوا بضج، بغنية تحكي لي على السهر. مش لأني أنا كاتب لها كلمات، بس أنا بحبها وجوليا بتقول إنها بتحبها أكثر من كل أغانيها. إذا ما أحكي لي على السهر. على السهر على ليالي القمر، احكي لي يا حبيبي نغمة وسهر.
تقول جولي احكي لي هالكلمة بدي وجهها سؤال لدكتور عصام حداد. احكي لي عن شربي لبعيني. شربي لبعيني اللي نحن هلأ بهالجلسة تنقش له مجموعة كتب الشعر والنثر باللبناني وبالفصيح. خبرني انت بتعرفه، خبرني منوي شربي لبعيني واللي انت ما رح تقوله من كف السؤال فيه للست بريزة. تفضل. اولا شربي لبعيني تعرفت عليه بالمربد بالعراق، وكان هالأثر الطيب اللي تركه بقلبي بوقت قريب كان كتير باقي معي للأبد، لأنه بطريقته باندماجه السريع بالناس بطفولته بهالشعرية الرائعة اللي عنده بيترك أثر بكل إنسان. وشربي خبرني قصته. شربي الأول أولا هو من مجلية. مجلية بأي قضاء؟ مجلية بقضاء صغرطة. بصغرطة في مجلية كمان صعب عليها. نعم في مجلية تاني. نظم الشعر كان عمره 20 سنة، وأول كتاب صدر له اسمه مراهقة سنة 1968. بعد هاجر على أستراليا أنشأ بأستراليا جريدة اسمها صوت الأرض، وأصدر منها بضعة أعداد. قديش كان عمره لما عمل الجريدة؟ أكيد 20-22، لأنه فور وصوله على أستراليا ابتدى حالا بالصحافة وبالأدب. هون بيذكرني بيعقوب صروف أديبنا الكبير اللي بيتعلم اليوم بصفوف البكالوريا، كان صار عمره 24 سنة وقت اللي أنشأ مجلة المقتطف يلي كانت من أكبر المجلات بزمانها. بيذكرني بجبران يلي هو ونعيمي والعصبي أنشأوا نعم. مجلة السمير وأبو ماضي نعم. ما كانش واحد منهم عمره فوق 30 بعد. هذا العبقرية بتدعي للواحد بسرعة عبكير إنه يشتغل. الظروف اللي جبرت شربي ليسافر على أستراليا أظن هي وراء كل هالنشاط، لأنه بالأساس بعد ما أنشأ صوت الأرض انصرف للتجارة، تسجيل الأغاني وبيع شرايط، بعدين انصرف للتدريس بمدرسة الراهبات المارونيات. غريب التناقض بين التجارة والتدريس والفن. بده يكون بدها تقول شيء بريزة شو؟ يمكن الأدب بكل العالم ما بيعطيش معيشة، لهالسبب بيضطر الفنان أو الأديب إنه يركن هالموهبة على جنب ويشتغل تيقدر ياكل. تيقدر ينتج تيأكل أو تيقدر تيأكل الناس وبعدين تيقدر يطبع كتبه. إيه دكتور عصام كفي. بعدين سنة 1985 منحوا قنصل لبنان العام بسيدني الأستاذ ألفا جائزة الأرض الأدبية، وسنة 86 أخذ الجائزة من الأديب الأستاذ سامي مظلوم في ملبورن، وسنة 88 شارك بالعراق بقصيدة رائعة جدا في المربد اسمها عنوان أرض العراق أتيتك بالفصحى. ايه هو بيكتب فصيح ويكتب لبناني ونثر وشعر كمان. جهتين. كرموا سفير لبنان الأستاذ ومنحته رابطة إحياء التراث العربي جائزة جبران خليل جبران لعام 1987 عن ديوانه كيف أينعت السلابل اللي هو بالفصحى. إلى جانب الشعر بيكتب المسرحيات. بعت لي من شهر مسرحية عنوانها الطربوش. حلو عنوان. سياسية. أكيد فيها انتقاد وسياسة. انتقاد وسياسة. أنا حتى بشعره عنده ثورة ولدعة ثورة. نعم. بعدين شربل بأستراليا هو حديث الجالية اللبنانية بكل الحفلات والأمسيات والندوات. سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم وأهلا بكم من إذاعة في سيدني. نحييكم ويسعدنا أن نلتقي معكم مرة ثانية لهذا اليوم لنقدم لحضراتكم برنامج سهرة الجمعة. يشاركنا في تقديم برنامج سهرة الليلة شاعر من ألمع الشعراء اللبنانيين في المهجر، يذيب حياته في معالجة الفكر والأدب والفن، شاعر جارف بالعاطفة العميقة، تلك العاطفة
التي تنثر على كل غصن وعلى كل زهرة وشذا، فتشمخ مع الشموخ وتتماوج مع السنابل وتغور مع الأغوار. شاعر نراه ينظم عواطفه شعرا في لون لبناني جذاب مليء بالحياة، إنه الشاعر شربل بعيني. إنه مثال الطموح اللبناني، الشاعر شربل بعيني غزير العطاء، ليس فقط بعشرات الدواوين الشعرية التي صدرت له هنا في أستراليا، بل أيضا بالأعمال المسرحية والفنية. وفي برنامج اليوم يسعدنا أن نستضيف الشاعر الأديب شربل بعيني ليحدثنا عن النهضة الأدبية المهجرية. أستاذ شربل أهلا وسهلا، والميكروفون بين إيديك. أنا بشكرك أستاذ نبيل، وللحقيقة عطول بتعطينا الفرص الحلوة تمشين نبين أدبنا وفننا المهجري. الليلة رح نجمع بين الأدب المهجري والفن المهجري، وأكيد رح يكون في تتابع لهالحلقات، يعني مش رح يكون في غبن بحق أي إنسان تعب بالمهجر. الحقيقة احنا على ثقة تامة بنوع البرنامج اللي راح يقدمه الأستاذ شربل البعيني الليلة. فإذا أستاذ نبيل راح نسمع، أول ما نسمع صوت الطفولة بأغنية ليبانا ميلة البراية اللي كتب كلماتها وألحانها الأستاذ ريمون أبي عراج ووزع الفنان ناجح ملوك مع ريم الياس وغنية ليبانا. وبيكتب بجريدة كمان اسم النهار بعنوان قذائف ورد، وبصدى لبنان بزاوية اسمها ستوب، كما انه هالزميل اللي بيسميها هو قذائف ورد بيكتب فيها من شعره، وفي نسيب له اسمه كلارك بعيني اصدر له لحد هلا 5 أجزاء بعنوان شربل بعيني بأقلامي. وبعد ساعات قليلة تستعد مدينة ملبون لاستقبال الكتاب الثالث من هذه السلسلة، وسوف تنعم بسماع أمسية شعرية وتقديم أدبي من رئيس رابطة إحياء التراث العربي الأستاذ الأديب كامل المر. ومعنا اليوم في الاستوديو الشاعر شربل بعيني والأديب كامل المر
لنستعرض هذا الحدث الأدبي الذي نادرا ما نسمع عنه في ملبون، الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأدب المهجري بخير. أستاذ شربل، شو فيك تحكي لنا عن الأمسية اللي نحن بصددها الليلة؟ الأمسية اللي رح تنقوم الليلة بثمانية تموز، هيدي هالأمسية دعي إليها الأستاذ كلارك بعيني، مثل ما ذكرت أستاذ حسين، بمناسبة صدور كتابه الثالث شربل بعيني بأقلام. مؤلفات شربل عديدة، يعني عنده رف بالمكتبة عديدة، بعتقد أكثر من 20 كتاب، منها اللي بعرفه لحد هلا مراهقة، قصائد مبعثرة، مجانين، إلهي جديد عليكم، مشي معي، رباعيات، قصائد ريفية، من كل ذقن شعرة، من خزانة شربل بعيني، الغربة، كيف أينعت السنابل. في عنده كتاب مدرسة اسمه القراءة السهلة ومعزوفة حب. أقلام وألوان، برنامج أسبوعي نقدمه في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. عمري ابتدى من يوم ما حبيت، وتغلغلت بالشعر دياته، وطرطش ديني بألف بيت وبيت، خلوا السمع يغرق بحكياته. قبله ما كان العمر يحلالي، ولا خطرة الأحلام عابالي، كنت أوقع بالمسافة وقوم حامل ضجر بعتمة ليالي. سيدتي وسادتي، لقب بسيف الأدب المهجري وبشاعر المهجر الأول، قالوا عنه أيضا إنه ملاح يبحث عن الله. حرية الرأي والجرأة في الكلام كانت السبب وراء تركه مسقط رأسه مجدلية في شمالي لبنان والهجرة إلى أستراليا. إنه يعتقد أن رسالة الأديب هي في إرشاد الناس إلى الطريق الصواب، وفي إعادة حقهم الضائع بالثورة على الظلم والتقاليد. أصبح يمثل تيارا شعريا بحد ذاته، ولكنه لم يقبع في قوقعة الغربة، بل مد جسورا بين الأدب المهجري والأدب في الدول العربية. ضيفنا في برنامج اليوم هو الشاعر الأستاذ شربل معيني. شربل، أنت شاعر ثائر، يعني تتميز كتاباتك بالثورة. يا ترى هل تعتقد أنك لو بقيت في لبنان كانت كتاباتك تتميز بالثورة نفسها؟ الثورة ما بتخلق بأستراليا أو بلبنان، الثورة بتخلق بنفس الإنسان، يعني بيخلق ثوري، بيخلق كلمته ثورية. مثلا أنا بلبنان كتبت أول كتاب اسمه مراهقة، عمل ضجة، يعني ما بقدر كتاب لشاب عمره 17 سنة بينال هالاهتمام، إنه تكتب عنه الصحافي اللبنانية منني يهاجموه، منني يشيلوا فيه. بس كان بحد ذاته أول كتاب إباحي بيصدر باللغة اللبنانية، باللهجة اللبنانية، وبينشر سنة 86، إباحي لدرجة أنه نزار إباني أسف أنه يكون هالكتاب باللهجة اللبنانية، لأنه ما كانت بهالشهرة مثل هالدعوة للهجة اللبنانية والشعر باللهجة اللبنانية صار بأعلى مراتب. كمان ست ماري، تاني كتاب بعد مراهقة، ما اني خفت من هالحملات اللي قامت ضدي، لا، رجعت اصدرت كتاب تاني، ديواني التاني، بعد سنتين، سنة 1970، اسميته كصائد مبعثرة عن لبنان والثورة. وهذا الديوان بقدر كمان كان دعوة صريحة للانتفاضة عن ضد هالاوضاع السائدة، ضد هالاوضاع البليدة اللي قادتنا لحرب الخمستعشر سنة. هلأ شربل، نحن نعلم بأنك بصدد إصدار ديوان جديد، فيك تحكي لنا عن هالديوان؟ هلأ بعد غيبة طويلة عن كتابة الحب من بعد مراهقة، يعني 20 سنة، بقول أنه رجعت أنشر ديوان عن الحب، سميته معزوفة حب. هذا الديوان الجديد اللي رح يصدر هلأ بعد كم أسبوع، بقدر أنه أصيده كله عشت معظمة.
أو ساحات معظمة، لأنه القصيدة لازم تحسية تشوفية تشعري فيها، تحبي الشخص تتكبي عنه. أصدق ديوان عندي يعني كشعور بعتبر أنه أصدق ديوان. مراهقة كان صادق لأنه كنت عم بكتب بفترة مراهقة، بس هلأ معزوفة حب هو ديوان النضج العاطفي عند شرب البعيني، لأنه هلأ بتعرفي صار عمله عصافير الهوى يا ست ماري. طيب معزوفة حب من أجمل كتبه وأدب اللبناني. نعم، وعنده كتاب تاني اسمه سامي وهدى وأموس مدرسي صغير، ثم القراءة الشاملة بجزئين، وكثير 88 قبل معزوفة طبع كتابه الله ونقطة زايد، ثم كتاب معزوف. يعني قديش عمره اليوم شاربل؟ شاربل أظني بالأربعين. يعني عم يمشي بالتنكي كتابين 40 سنة. أبريزا، أنت شفتي شاربل بعيني لما زرتي أستراليا بالأول؟ ليش رحتي على أستراليا؟ الحقيقة قبل ما جاوبك هل عن سؤالك، بحب أشكرك عن شاربل بعيني. بالفعل أنه هالشاعر اللبناني البعيد عادة بده يكون الإنسان قريب بيهتموا فيه عادة وبينسوا البعيد، وبينسوا البعيد، مع أني أنا ما بعرفه لشاربل، حبيت شعره بس هيدا اللي أنا عرفته. وهون لك أنت الفضل الكبير الحقيقة أنك تثير هالندوة حول كتبه. بقى بالفعل أنا بشكرك عنه، وبشكرك باسم كل اللبنانية يلي بأستراليا. أنت مجرد أنا تنذكر كلمة أستراليا قدامي مش عارفة شو الحنين اللي بيستيقظ بقلبي. أنا رحت بال84 على أستراليا، رحت عند صدور كتابي الرابع يمكن، لبنان جبين لا ينحني. أستراليا سألوني إنه أنت شو جاي تعملي هون هالصحافة؟ قلت لهم جاي أتعلم الوطنية منكم. حلو. لأنه هاللبنانية هونيك كيف اللبنانية يلي منعرفهم أو بالأحرى بخبرونا عنهم بيتنا، هاللبناني الجبل البريء الكبير القلب الكريم، هيك اللبنانية بعدون بأستراليا كأنهم ما سافروا من جبالهم العالية على بلاد الغربة بتاكلون والمدنية بتاكلون، ضلوا لبنانيين صافيين. وأنا كتير حبيتهم، ولهالسبب رجعت رحت مشوار تاني ب88 عند صدور كتابي الأخير واللي حضرتك فضلته وذكرته هلا، اللي نلت عليه جايزة كمال مر، اللي هو ويبقى السؤال. رحت كمان كتبت منهم نفس المحبة ونفس الترحيب، وبهالوقت يعني بالمشوار الثاني حصل لي الشرف انه اتعرف على الشاعر شاربل بعيني. شو اخدتي، شو فيك تعطينا عنه ولا؟ طبعا انا ما كان عندي الوقت الكافي اني التقي فيه لكون كتير فكرة عنه، ولكن هو قد ما هو بتحسه صريح بتقدر قوام تكون فكرة عنه. هالإنسان بتحس في عنده جرح عميق بقلبه اسمه لبنان. صحيح. على طول بمجرد يشوف إنسان جاي من لبنان بتلاقيه يعني انتهب كله سوا ويحكي عن لبنان، وبتحس على إنه عنده حرقة للعودة للبنان، رغم إنه هو بأستراليا عايش كتير مرتاح، تقريبا مثل معظم اللبنانيين هونيك مرتاحين ماديا، ولكن يبدو انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، انه مش بكف المادي، الغربه تقتله. ست بريزا، قبل ما نوقف مع وقفه تاني مع اغنيه، بدنا نسمع شعر بتحبي انت لشاربل، منك قصيده بالفصحى من دكتور عصام قصيدي باللبناني. قصيدة الفصحى اللي انت بكترين اياها من كتاب كيف أينعت السنابل. شو عنوانها هالقصيدة؟ ورايقات من دفتر الغربة. تفضلي سمعينا اياها. غربتي صارت كطعم الموت صعبة، أوجعتها زفرة الريح
وأنات الينابيع وأهات الحصى والرمل والتربة ودموع ذلك الطفل الذي أضاع بالزحمة ربه فاستغاث كالشعاع التائه المطرود من شمس المحبة. أين أهل الخير يا أماه؟ قولي أين جيراني الأحبة؟ أين يسوع الصغير؟ فإنني قد ذقت صلبة. حلو يا عيني. حلو لك يسوع الصغير شو حلو. هي بحد ذاته يسوع بتجيب لك طفولة. صحيح. إذا قلتي مسيح ما بيجي طفولة معه، بيجي معه مجد. صحيح. بتقولي يسوع بحد ذاته بتجيب طفولة وقال يسوع الصغير، لك شو حلوة. صحيح. بعدين هيدي شاتت كمان من نفس القصيدة. قسموا أرضي مزارع، ملأوها بالخفافيش وأصناف الضفادع، شوهوا الإنسان فيها، غيروا لون بنيها، جعلوها بعد علياء سفيها تحمل وشم العمالة، وتبيع الغش في سوق الإصالة، وتضاجع لا تبالي كل من يرغب فيها. حلو. هيدي من كيف أينعت السنابل. من أي كتاب دكتور عصام أنت رح تقرأ لنا قصيدة باللبناني هالمرة مش هيك؟ نعم. من أي كتاب؟ كتاب مجانين. مجانين. أنا اللي بدي أقوله باختصار ضم صوتي لصوت إبريزا وبشكرك كمان، بتصور شربل بهالضحكة المجلجلة عم يسمعنا بالروح، وقديش مبسوط هلا انه نحن عم نناقش له كتبه. وبحدد شربل باختصار بقوله صوته برق بيحرق حرق تينظف الطغيان عن وجه الشر. حلو. والقصيدة شو عنوانها؟ القصيدة عارف انا عم اكتب بشعري نهايتي ونهايتي استشهاد، عم اسرق الايام من عمري، ايام عمري كلها امجاد، ما همني لو يطعنوا صدري وما همني لو صار جسمي رماد، اللي بيهمني ما ينفتح قبري الا ببلادي وينكتب فوقه مات دا يفلي شعب وبلاد. حلو. تأمل هالوطنية الرائعة عند شربل بعيني في غربته. من كلمات شربل بعيني، الحان وفاء صدقي، توزيع. حكيت لي انت شي لما بلشت تقرأ عارف انا عم بكتب نهايتي، هيدي اللي خلته الفيلم من لبنان مش هيك، كان مهدد باشياء ما بدنا نقعد نذكر قضايا خاصة، بس فيلم من لبنان لانه عارف انه كانت حياته مهددة. شربل مثل ما قلنا ما بدنا نرجع الماضي اللي بدنا نقوله، بس اللي بعرفه انه شربل هرب بليلة من ليالي 71، اخذ حقيبة السفر وهرب على ضيعة بالاول لان انهددوه قالوا له بنرميك بالبير. وهالقصة بتصور بعد ما القى قصيدة ثورية بطرابلس وكان هالتهديد وراها، وبالواقع اظن هالحادثة هيدي وراها الثورة اللي بنشوفها بكتب شربل. دكتور عصام، في اغنية اللي بنسمعها هلأ اخترناها لانها بتحكي عن الوفا وعن الحب. نعم. ونحن هلأ بهالجلسة بعتقد في منك ومن ابريزا وفا لصديقكم اللي انا ما بعرفه بس صرت حبه اكتر منكم. لو بتعرفه هو شو وفا؟ بالفعل الوفا لك انت. مرسي يا ست ابريزا. لانه لولا منك انت ومن برنامجك نحن ما قدرنا جينا. يا اهلا فيكم. مرة ثانية انا بشكرك. ومنسمع من جينا محب يا عصفورة. يا عصفورة قولي You are.
المستمعين وقفي للحظات مع الإعلان ومنتابع نحن وياكم برنامجنا مع الأديب إبريز المعوشي والدكتور الشاعر عصام حداد حول موضوع نقاش كتب شربي لبعيني. إعلان إلى رجال الأعمال، تؤمن شركة طيران الشرق الأوسط عن شربي لبعيني. اثنينهم بيعرفوه بالوجه، اما انا بعرفه من خلال كتبه. شو شفت بكتب شربي لبعيني؟ شفت انسان بيحب لبنان حب عظيم، شفت شاعر عنده لدعة الغرابة والنضارة بشعره، شفت انسان مش قادر ينسى ضيعته، بعده بيحكي عن الغبار، ما في أصيلة عنده إلا ما بتمرق فيها كلمة غبرة، وبيمرق كتير مفردات مختص فيها مثل حافي شوالات، هالكلمات هاي اللي بتدلك إنه هو ابن ضيعة. بيرجع شفت فيه كمان الإنسان اللي مجروح وبده يضحك لأنه ما بده يدلق همه على الناس، وهون يبقى الإنسان الكبير. الكبير بيقول لك هموم الناس بتكفيها.
شفت فيه الانسان يلي صادق كل الصدق لانه متناقض مع حاله. بعلمك بحب الحلوة راضي عنها بحطها مطرح الله بيعملها اليها. شوي بقصيدة من بعد منها دغري بتلاقيه خوت عليها تيرت نقر وياها شوي. قد ما هو صادق ما قدر يتصنع حكي بكل تناقض. من شعر شربي اللي راح اقرا من كتاب معزوفة حب من الصفحة 53 هالقصيدة اللي حبيتها. وهيك في قبل هيك هالثلاث نقط يلي بيقولوا لك في كتير كلام قبل ما نوصل لهون. وهيك صرنا اتنين عم نشتري بالدين كلمة تفرحنا. وكيف بدنا كيف نسدد مصاريف رهنة مطارحنا. وصرنا عباب الحب نوقف تنستعطي وينبح صوت القلب بركي حدا بيعطي. تذكار شي صورة نتنور بنورة كيف مرحنا شي شفاف مسحورة بلحظات مستورة ببوسي تريحنا. وهيك صرنا اتنين عدروبنا عينين بدموعها سبحنا ونركض ورا المجهول عصوت دق طبول شلع مسارحنا. وانتي وانا خيالين الكذبة تمرجحنا العتمات تمسحنا. انتي وانا طفلين من خوفنا صحنا. شو بك تحكي يا ابريزا؟ بالفعل مثل ما قلت انه دكتور عصام وانا منعرفه شخصيا يعني منعرف شكله وانت ما بتعرفه الا من خلال كتاباته. ولكن وصفته كأنك بتعرفه لا يقل عن 10 سنين. في شغلتين ثلاثة بعد لك. شو اشتلقت اني بعرف عنه؟ اشتلقته انه بيحب الطرب وفي بحياته شي مطربة معذبته كتب له شعر كتير. في بمعزوفة حب 7-8 قصايد كليتهم عن الصوت الحلو. انا بفهم شو معناتهم. هيك انا ما بعرف. كمان حسيت على شغلة عنده انه بيحب عنده قدرة انه يحب كتير وبسهولة. بالفعل مثل ما ذكرت انا انه رغم القصر الفترة الزمنية اللي شفته فيها ولكن كتير تقدر تعرف عنه اشياء. قد ما هو سريع وديناميكي وبده يعطي وبده يعمر وبده يبني وبده يخرب وثورج عارف كيف. ولهالسبب بتلاقي انه عنده غزارة انتاج. عنده شيء هالانسان بقلبه بصدره بده يطلعه منه عارف شو هو. عنده ثورة كبيرة اختصرها بده قص الصبيع اللي انتخبه. هو معه حق ونحن منشاركه فيها لسبب وصلنا لهون. كمان هلأ بدي انتقل للدكتور عصام واطرح علي بعض اسئلة. نعم. وهو بده يحط حاله محامي عن الاستاذ شرب العيني. محامي الشيطان. ايه بتشوف. لا شرب مش الشيطان. بيقول بالصفحة 18 من كتابه معزوفة حب انه الشعر هو انك ترضي حالك وبس. شو رأيك بكلمتها؟ هل الشعر بس واحد يرضي حاله ولا لازم يرضي الناس؟ انا بتصور اول شيء ارضاء الناس ارضاء النفس. الانسان متى ارضى نفسه سواء رضيه الناس او ما رضيه يكفي انه هو ينفس هالتنفيس عن النفس هالراحة النفسية. هيدي هي المطلوبة من الشعر بالاساس. كمان في عندي شغلة بدي اسألك اياها. بيقول انه الشعر منه وزن وهذا الخليل بن احمد قام كتب له هوني كم وزن وعلقنا فيهن. وبيكتب ببعض كتبه شعر بلا وزن وبكتب اخرى شعر موزون. وين حبيته بالموزون ولا بالمش موزون؟ قول هيدي القضية كانت مجال نقاش وشريعة طويلة عريضة بالمربد بالعراق. بقيت كل اقامتي ببغداد كان حديثنا هالنقاش المتواصل. بالاخير محبتي لشربل خدته على علاته بالنتيجه. شربل قلت له بصداقتي وبمحبتي إلى ما لازم تكون القصيده على عده اوزان ومنا موزونه مره بالفصحى مره بالعاميه. بالاخير شو كان عنده استنتاج انه الشاعر بهم يعطي انتاجه ينفس عن ثورته ينفس عن حبه يوصل كلمته للناس.
هيدي طريقته شربل وهيدا هدفه. بس بده يرضي حاله بالاول. صح. هو انا كمان في شغله كتير مهمه هون. بيخلط بين الفصحى واللبناني. مثلا هيدا كتاب عنوانه معزوفة حب وبيكتب شعر لبناني. شوي بتلاقي كل ست سبع صفحات في صورة وتحت هالصورة كاتب شربل مثلا صفحة 68 رموش عيني تتعانق ودقات قلبي تسرع الى اخره. ليش اجا طعم هالكتاب اللي هو شعر لبناني كلمة في كم كلمة فصيح مثل كأنه استاذ وخايف حدا يقول له انت بتعرفش مش بليغ مش اديب او كذا، يقول له تفضل لك انا بعرف اكتب بالفصيحة. شو رأيك انت حبيت هالشعر الفصيح؟ ما اظني هيدي ان لهالغاية اصدق. لا، لانه شربل بهمه يوصل كلمته للناس وبهمه يوصل عطفته وصورته. ليش لكن عم يحط كلمات في شوية فصيح بكتاباته؟ تسمح لي تزرفي؟ تفضل يا ست بريزة. رغم غزارة نتاجه وهاللمعات الحلوة بشعره اللي أنا حبيته، ولكن بأستراليا بينقصون التكنيك، يعني هالأجواء اللي نحن موجودين فيها، نحن لؤلؤة الشرق بالعطاء الفكري أستاذ رفيق، ما تنسى هالطباعة العظيمة اللي عنا ودور النشر وإلى آخره. فبأستراليا ما عندهم مين يعملهم التنسيق أو الميزانباج أو ينصحوا إنه هيدي لا أعمل هيدي حط هيدي هيدي ما تحطها، يعني نحن طبعا وهون نحن هون بلبنان تملى علينا قد ما نحن يعني في إلا زملاء ورفاق، ممكن نحن نتشاور مع بعضنا وننصح بعضنا، هونيك ما فيش هالشي هيدا. كمان بدنا نحكي شغلة عن شربل إنه في عنده لمعات بلاغة ولا أروع بشعره، رح أعطيكم منها وأعطي المستمعين فكر تايم تليتي. مثلا بصفحة 26 بيقول شو مفكرة رح ضل ابكي العمر وتعتق على شفافي الاهات الحمر، من النار بطلع مثل طير النار حامل على جناحي بقايا جمر. حلوة. بالصفحة 50 بيقول بقوس فيك وقعت تطليعي عجوان بك ايام وحرمت عيني تنام، قلت لها بجرحي انا ضيعي وصاروا عيوني يسبحوا بخلجاني كل عم ينزحوا عشطوط ما بتعرف صحو ورملاتها بتفرح بتركيعي. حلو. مثلا لك هالجملة بيقول غني لها كمشي تقويها. حلو. شو اللبنانية الضايعة. مطرح كمان بيقول حامل ضجر حامل ضجر، بتحسي في عنده بشعره بلاغة ولا أجمل ولا أجمل. هو هاللمعات ان شاء الله بكرة يوم اللي بيسمع الكاسات اللي عم نسجلها هلأ شربل، بدي قله نصيحة خي لك يا شربل، القاط هاللمعات هودي وعمر مثلهم وما تخاف اذا انتجت اقل بس بتنتج اجمل. يعني انا بقدر عبر عنه هلأ يوم اللي بده يسمع اذا قدرته بعتوا له كاسات، راح يكون سعيد يمكن لو بتملكوا نص استراليا، الاستراليا اللي فيها خير ما بيكون مبسوط قد هالندوة اللي انت تحكي له عن كتبه. لكن تصوري مثلا بهالجملة اللي عم بيقول فيها، بيقول غبرة رأس علقت بإجريهن. خذ بيتك معطية بك يا شربل. غبرة رأس علقت بإجريهن. هودي لو يعمل كم قصيدة كلهم مثل هالجمل هاي وينتج كتاب بالسنة بدل أربعة، أفضل أفضل. كمان في دكتور عصام، المرأة بشعر شربل. نعم. ساعة بتشوفها ملاك، ساعة بقلا أنت شيطان وحبي مات وبدي فكرة أبتك. ليش؟ أنا بتصور أستاذ رفيق إنه نحنا الشعراء لازم حضرتك تجاوب. اليوم الحياة جزر ومد، احيانا بيكون راضي بيهجي. بس انا لايك انا اللي بكون مش راضي ما بحكي، انا ما بحكي الا للي بحبه.
الما بحبني ما إلا مطرح بكتابي. قليلي أقعد ضيع وقت لأحكي عن الما بتحبني؟ صحيح. شو بدي شغلي؟ بتصور أنا إنه شارب العلم بيكون زعلان منها بيعمل لها قصيدة. أنا إذا زعلان منها بتركها بلا قصيدة. في قصاص أقوى من هالقد؟ لا إنك مش بتركها بلا قصيدة. بدل ما سكنها القصيدة بسكنها براتها. يا عين. ليليان هلأ بدها تسمعنا تنرتاح شوي، بدها تسمعنا لملحن بركات، مش هيك؟ أوكي ليليان. حبيبي أنت وروحي أنت، لحد قبلك ولا بعدك أنت. حبيبي أنت وروحي أنت، لحد قبلك ولا بعدك أنت. حبيبي أنت وروحي أنت، لحد قبلك ولا بعدك أنت. أنت نهاري ليل انتظاري، أنت نهاري ليل انتظاري. حبيبي كله عنك أنت، حبيبي أنت وروحي أنت، لا حد يقلك ولا بعدك أنت. حبيبي أنت وروحي أنت، لا حد يقلك ولا بعدك أنت. أنت نهاري ليل انتظاري، أنت نهاري ليل انتظاري. حديثك كله عنك انت. 3.2 بعدنا نحن وياكم عدروب المطبعة مع الأديبة إبريزة المعوشي والدكتور الشاعر عصام حداد حول موضوع شربي لبعيني الشاعر اللي هو اليوم بأستراليا، بس شعره وصل على لبنان وبلش يطير بسما لبنان. أستستي هلأ بدنا نقرأ من شعر شربي. رح بلش أنا بقصيدي حبيتها عنوان مجدك أكبر، صفحة 43 من معزوفة حب. مش رح أحكي مجدك أكبر من كلماتي اللي بدي أولى، من ورقة عتقت بالدفتر ونسيت حتى تعيد فصولة، والماضي ماضي ما بيرجع مهما جر ومهما ادفع. عمري المارق دونك اسرع من ايام لما بنام عرموش العينين بتركع. يا حبي المارق لا تمرق متل حكاي، تخبى بعينيها تتسرق مجد الجاي، والا غمريني تافرح متل الناس الفرحوا فيكي وبكيوا لما بكيتي قبالن ولفوك بإشار بخيال. بركي الإشار بيحميكي وبتصيري أوسع من مطرح يوقف شعبك تيلاقيكي وكفوف وخشبات المسرح. حلو. إبريزة شو رح تقري لنا من أي كتاب؟ رح أقرأ أسيدي أنا الله ونقطة زيت. الله ونقطة زيت، وهالكتاب هيدا بيحكي فيه دايما شربل مع الله تيقله ليش تارك الغلط. ايه لانه وهيدي من جملة هالقصايد. عم شوفك بمغارة وحدك، ركعوا بهايم تيدفوك، واللي شكلتلن شام بخدك من الاشجار اللي خلقتلن قصوا الخشبات وصلبوك. يا لطيف. عم شوفك هادر بالمعبد وتضرب بالكرباج الصوت تتخلي العالم يتجدد بالإيمان الصاير هلأ حرق شموع وحفظ نصوص. عم شوفك واقف بالأردن حد النهر تعمد ناس، والناس اللي عمدتن بعدن من أوسخ أوساخ الأرض عصروا الخمرة وصبوا الكاس. حلو. عم شوفك ايدك مرفوعة تتشفي الاعمى المقهور، والاعمى خليته يوعى وزرعت النور بعناي لمن شاف اغتال النور. حلو حلو حلو. غريب هالانسان شو ثائف. عم شوفك والناس اللي حولك جاعوا والسمكات قلال من قوة جوع الندهولك، لكن لمن شبعوا
صاروا يقولوا عليك ما بينقال، وسمعتك بتقلن حبوا وكونوا ملح الأرض الصافي. لما خلصت كلامك صبوا الكلمة اللي قلتها، بحيث الشر عم يمشي عدروب حافي. وسمعتك بتقلن روحوا دقوا بواب ما بتندقوا، عن دربي ما بريد تزيحوا، لكن لما تركتن زاحوا خنقوا بكذبن صوت الحق. حلو كتير. هالروح الثورية اللي عند شربل، نعم، مش بس فيها ثورة، فيها طفولة عم تعمل ثورة. يعني حلو الولد الصغير بصدقه ببراءته اللي بدي هبط اللي تعمر غلط، مش عم يتملعن بالثورة تبعه. ثورته فيها براءة طفل صحيح عم بيقول الحقيقة. مظبوط، بس انا اللي قصدتها ثورته ثورة العمار مش للدمار، ثورة حب وجمال وحرقة بالقلب. صحيح. دكتور عصام شو بدك تقرأ لنا؟ أنا أول شي بشكر إبريزة اللي قريت من الله ونقطة زيت، لأنه عندما تلفن لي آخر مرة شربل بيقول لي هالكتاب عزيز علي وبحب إنك تقرأه، وللواقع أنا تبين لي إنه فعلا كتاب رائع جدا، ويمكن هو بفضله على كل كتبه على ما بيظهر لي من كلامه. الحقيقة حضرتك بتعرف وأستاذ رفيق بيعرف انه الشاعر والاديب كل ما طلع له كتاب سألوا اي كتاب احسن بقلن هالكتاب، واللي بعده بقلن هالكتاب، لانه كلن افلاز وكلن كتب ولاده. صحيح. هل انا في عندي بعض قصايد رح اقراها؟ اول قصيدي من كتاب معزوفي صفحة 83 عنوانها يأس. ولك اخ منك اخ يا قلبي مغروم لكن حالتي صعبة، هل كنت افرش له طريقة زهور عن تفرش الاهات بدربي، نسيت باني حارق البخور قدام صورة حبستها بعلبي، نسيت بانه عمرها مندور وفيت ندر وشوق ومحبة. والحلوة بدنا دخلك اكيد كاتب عن ضيعته، فيك هلأ بسرعة تقدر انت تعرف له كتبه كتير، تعرف وين كاتب شي عن ضيعته لنقرأ ونختم فيه، لانه مثل ما طلع شربل من الضيعة بدنا يرجع على الضيعة، ولو كانت استراليا بدها تزهر له رملاتها ذهب لازم شربل يرجع مطرحه هون، والشعر اللي عم يكتبه ما بيكون في جمال وقوة إلا إذا نبت بأرض مش دلية. شو في عندك شي دكتور عصام عن شربل لما بيكتب عن ضيعته عن بلده؟ أنا بتصور شربل مش ضيعته بس، يحب وطنه بكامله. إيه يعني الضيعة هي رمز للوطن، والوطن بحد ذاته كمان في عنده قصيدة عنوانها قلبي وطن، يمكن بهيدي بيختصر فيها عطفته نحو ضيعته ونحو وطنه. نسمع. ليش دخلك ليش يا ربي تركت قلبي يولع ويسود، وغيرك يا ربي ما سكن قلبي، ولا يوم جرحته بشوك البغض ولا زرعت بحواضه زهور الحق، قلبي وطن مزروع بمحبي. حلو. حرام يا ربي الوطن ينهد، لو كان شي مرة سمعت مني كلمة صغيرة تجرحك لعني، كنت نتفي عالجرح عضيت، كنت اندرت كنت ركعت صليت، صرت مجد اسمك وغني كرمال تطرد ناس متفقين، يقضوا عشعب معتر ومسكين بيغمضوا عيونه باسم الدين، باسم العروبي والذهب والبنزين، باسم الدولار وكل شي فيه النافقين، باسم السيادة والحضارة واليقين، باسم العدالة باسم كل المحرومين، باسم القضية باسم ناس شردين، مثل شي بطيخ عالسكين بيدبحوها عدبة بوابه وبيوزعوا تيابه. حلو.
هلا نحن قبل ما نختم بدي اسمع بريزا كيف بدك تقولي كلمة الختام. تفضلي. الحقيقة مرة تانية يا استاذ رفيق، يا شاعر الحب والجمال، شاعر الصداقة والوفاء، انت الوفاء مش مجامل. بتعرفني انا اوقات بقولوا عني فجي، بس الحقيقة لازم تنقال. بريد وجه رسالة ويا ريت توصل لشاعر شرب البعيني ولكل لبنان باستراليا، لانه كلهم حبيتهم وهن حبوني، وبتمنى اشوفهم كلهم السنة بالصيفية بلبنان، لانه يمكن بعدنا عم نتعذب شوي، ولكن المدافع باذن الله سكتت، وبتأمل انه شوفهم. وبخص بالذكر الصحافة، كل الصحافة اللي حضنتني واهتمت فيكي، بتمنى اشوفهم والله معهم. ودكتور عصام اخر كلمة شو بتحب تقولها؟ انا اللي بدي اقوله انه بتمنى شوف شربل بوقت قريب بلبنان، وكل اللبنانية يرجعوا على بلادهم، لان لبنان بلش يستعيد وجهه الحلو ونضارته. ورغم من كتب عن شربل بالغربة وهالمجد الأدبي اللي حيزه، بيضل وطنه محتاج له أكثر. وكل هالكتب من محمد زهير الباشا النائد السوري، والأديب كامل المر اللبناني اللي كتبوا عن شربل، بالإضافة لعدة أشخاص كتبوا عنه، أكيد هودي نحن منقدرون، لكن ما بيوازي رجع على لبنان ومنعيش كلنا في وطن سرمدي أبدي. وأنا بشكركم وبحيي شربل من جديد، وبقول له يا مر شربل، تخلي شربل يرجع على لبنان وعالضيعة. راجع على بيتنا وعلى الأرض اللي ربتنا، راجع على بيتنا وعلى الأرض اللي ربتنا، ندر عليه بوس الأرض اللي حبيناها وحبتنا، ندر عليه بوس الأرض اللي حبيناها وحبتنا. راجع على ضيعتنا، على ضيعتنا، على ضيعتنا، راجع راجع على ضيعتنا وعلى الأرض اللي ربتنا، راجع على ضيعتنا وعلى الأرض اللي ربتنا، ندر عليه بوس الأرض اللي حبيناها. Let's go.